اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. هذه أم تدعو على ابن صالح لها. تخيلوا من دعت بهذه الدعوة وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. هذه أم تدعو على ابن صالح لها. ما الذي دفعها؟ وما الذي حملها؟ وما الذي جعلها تخرج وتدعو بهذه الدعوة؟ وماذا صار بعد هذه الدعوة؟ صارت كرامة من الله جل في علاه لهذا الابن الصالح. تعالوا نسمع إلى الخبر، تعالوا نسمع ماذا وراء هذه الدعوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. الأطفال الذين تكلموا في المهد ثلاثة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم وصاحب جريج. من هو جريج؟ جريج رجل عابد من بني إسرائيل، حبب الله عز وجل إليه العبادة وجعله يتلذذ بالصلاة، حتى أنه بنى لنفسه صومعة من أجل أن يخلو بالله ويركع ويسجد بين يدي الله. في ليلة من الليالي واقف وناصب قدميه بين يدي الله يركع ويسجد لله، وإذ بأمه تناديه يا جريج يا جريج يا جريج، وهو يسمع أمه حينما تناديه، وهو يقول وهو قائم يصلي بين يدي الله أي ربي أمي وصلاتي. فاستمر في صلاته. من اليوم الثاني يصلي جريج وإذ به يسمع أمه تناديه وتقول يا جريج يا جريج يا جريج. فدار بينه وبين نفسه حوار داخلي وهو يقول يا أمي يا ربي أي ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. فاستمر في صلاته. في اليوم الثالث تأتي أمه وتناديه وتقول يا جريج يا جريج يا جريج، وهو يقول أي ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. فاستمر في صلاته. فقالت أمه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي الزانيات. فكان هناك ثلة من أهل الفساد في قرية جريج اجتمعوا على أن يفتنوا جريج في دينه، فأحضروا امرأة بغي قد عرفت بجمالها، فقالوا لها نريدك أن تفتني لنا جريج. فقالت لكم ما تريدون. فذهبت إليه من أجل أن تفتنه في دينه فلم يلتفت إليها. خرجت من عنده فمرت براعي غنم فعرضت نفسها عليه فوقع بها، فحملت من ذلك الراعي حتى وضعت ذلك الولد وأتت به إلى قومها وهي تقول هذا ابن جريج. ما صدقوا خبر، ذهبوا إلى الصومعة فهدموها وأخذوه وسحبوه وضربوه وهو يقول لهم ما بكم ما بكم. قالوا لقد زنيت بهذه البغي وهذا ولدك. فقال أين هو الولد أين هو؟ فأحضروه فقال دعوني أصلي. صلى جريج، انتهى من صلاته، توجه إلى ذلك الغلام فطعنه في بطنه فقال له من أبوك؟ فأنطق الله ذلك الغلام فقال أنا ابن ذلك الراعي. فأقبلوا عليه يعتذرون منه ويقبلونه ويتمسحون به ويعتذرون منه ويقولون له نبني لك صومعتك من ذهب. فقال لا لا أعيدوها كما هي. ففعل. صدق الله يوم أن قال ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا
حينما أرادوا إفساده. دعونا نقف بعض الوقفات مع هذه القصة العظيمة التي ذكرها نبينا الكريم. حينما أرادوا إفساده استخدموا المرأة، وهذا هو مخطط أهل الفساد في كل زمان ومكان. إذا أرادوا أن يفسدوا الصالحين والمجتمعات الصالحة استخدموا المرأة. انظروا إلى الإنسان التقي النقي حينما يتعرض إلى البلاء، ماذا يكون بعد البلاء؟ يكون بعد البلاء الرفعة والتمكين من رب العالمين. ابتلي جريج بلاء شديد، لكن الله سبحانه وتعالى رفعه بعد هذا البلاء، فقد تعذروا منه وأقبلوا عليه وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب. عرضوا عليه أن تكون الصومعة من ذهب. الوقفة الثالثة، من تعلق قلبه بالله وتعلق قلبه بمولاه لا يلتفت إلى حطام الدنيا ولا تغره، ولو جعلوا الشمس يمينه والقمر بيساره. الرابعة، انظروا إلى ثمرة التقوى. حينما يتقي الإنسان الله جل في علاه، ماذا تصنع التقوى في حياة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة؟ التقوى ما شرعت عبادة، ما شرعت عبادة إلا من أجل أن يحقق الإنسان التقوى لله جل في علاه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الغرض من الحج، من هذا العبادة العظيمة، أن يأتي في قلب الإنسان تقوى الله. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. من أراد خير الدنيا والآخرة، من أراد سعادة الدنيا والآخرة، من أراد توفيق الدنيا والآخرة، بتقوى الله جل في علاه.